أغرب الاحتفالات بعد تسجيل الأهداف، احتفالات غريبة ومضحكة في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. تسجل الكثير من الأهداف الاستثنائية في عالم كرة القدم. عادة ما يلحق هذا الهدف احتفال رائع يقوم به اللاعب، يقوم من خلاله بإيصال رسالة ما، أو أنه معتاد على هذا الاحتفال. ولكننا في هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض من تلك الاحتفالات الغريبة والمضحكة في عالم كرة القدم. لنبدأ. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء وقام بوضعها في المرمى بشكل رائع، ثم ذهب ليحتفل مع زميله أو زملائه وكأنه يصطاد سمكة. واللاعب هنا مثل دور السمكة بطريقة رائعة ومضحكة جدا. يمكنكم أن تستمتعوا بهذا الاحتفال. لاعب إيفرتون مع هذا المدير الفني يتفقان على رقصة معينة إذا قام بتسجيل هدف، ويمكنكم أن تشاهدوا هذه الرقصة الغريبة التي قام بها. ولكن في المباراة التي بعدها والتي جمعت فريق إيفرتون وفريق أرسنال، تابعوا هذه المقصية التي أودعها اللاعب في الشباك ليذهب ويحتفل بنفس الطريقة التي اتفق بها مع هذا المشرف. ركزوا على طريقة الاحتفال المميزة. يمكنكم أن تشاهدوا هؤلاء اللاعبين والذين التفوا حول الكرة بهذه الطريقة ومعهم حارس المرمى، ولكن الفريق الخصم هنا تمكن من استرجاع الكرة وخطفها والتقدم ليسجل هذا اللاعب الكرة في الشباك، ثم احتفل جميع اللاعبين وكأنهم فوق قارب ويجدفون بهذا الشكل لإغاظة الفريق الخصم. بعد أن سجلت لاعبة تشيلسي هدفا مميزا برفع الكرة من فوق الحارس، قامت بقلع التيشيرت الخاص بها للاحتفال بهذه الطريقة. حسنا، تلقت بطاقة صفراء في النهاية على هذا الاحتفال الغير جيد. أثناء التدريبات اتفق هذا الحارس مع برناردو سيلفا أن يقوم بهذا الاحتفال، وهو رفع يده وعمل لايك إذا قام بتسجيل الهدف القادم، وهنا يتدربون على الاحتفال. وبالفعل في المباراة القادمة تمكن برناردو سيلفا من تسجيل هذا الهدف والاحتفال بنفس الطريقة التي اتفق بها مع حارس المرمى ذاك. هذا الشخص يتفق مع لاعب تشيلسي بأن يرقص بهذه الطريقة في هدفه القادم، فيمكنكم أن تتابعوا رقصته المضحكة هذه والتي يبدو أنها أعجبت لاعب تشيلسي، وقرر أن يقدمها كاحتفال بهدفه القادم. وهنا في هذه المباراة سجل لاعب تشيلسي هذا الهدف الجميل ليذهب أمام الكاميرا ويحتفل بهذه الرقصة المضحكة. طلب هذا الشخص من لاعب ليستر سيتي أن يقوم بهذه الحركات احتفالا ما إن سجل هدفا، ويمكنكم أن تتابعوا هذه الرقصة والتي يبدو أنها أعجبت لاعب ليستر الذي وصلته كرة مميزة للغاية داخل منطقة الجزاء ليحرزها هدفا، ويرقص ويحتفل بنفس الطريقة التي اتفق بها مع ذلك الشخص. أثناء تدريبات لاعب نوريتش سيتي أتى هذا الشخص وقام بالسلام عليه وطلب منه أن يرقص بهذه الطريقة احتفالا بهدفه القادم. ويبدو أن اللاعب يوفي بعهده إذ وصلت إليه الكرة من تمريرة رائعة من زميله ليودع الكرة أمام الشباك الفارغة، وبعد ذلك ينطلق اللاعب ليحتفل ويرقص بتلك الطريقة. حسنا، يبدو أنها قريبة من ذلك الاحتفال. كرة رائعة تصل إلى جيمي فاردي من تمريرة رائعة من لاعب المنتخب الإنجليزي ليحرز الأخير الكرة هدفا ولا أروع في الشباك من رأسية مميزة، وبعد ذلك يحتفل بالثبات بهذه الطريقة الرائعة للغاية. احتفاله جميل ومميز حقا. هذا اللاعب البلجيكي بعد أن سجل زميله الهدف في الشباك قرر أن يحتفل بضرب الكرة لإبعادها، لكن الكرة ارتطمت بالقائم وارتدت إلى وجهه لتسبب له إصابة قوية كما تشاهدون. تقدمت هذه اللاعبة وسجلت ركلة الجزاء باقتدار وبطريقة مميزة، ومن ثم تظاهرت بأن قدمها أصيبت بشد عضلي بعد أن أودعت الكرة في الشباك.
وهنا بإمكانكم أن تشاهدوا كيف قامت بالرقص بعد ذلك بهذه الطريقة وكأنها تمازح الجميع وأنها لم تصب. تمريرة بينية رائعة تصل إلى فيرمينيو، فركزوا جيدا كيف تقدم الأخير وأودع الكرة في المرمى برفعها من فوق الحارس ليحتفل بقلع التيشيرت، وهنا يرقص مع الجماهير وزملائه بهذا الشكل المميز. هذا الاحتفال غريب ومميز حقا، فبعد أن وضع اللاعب الكرة في الشباك انطلق هو وزملائه ليركبوا هذه السيارة ويدخلوا بها إلى أرضية الملعب ليحتفلوا قليلا، ثم قاموا بالالتفاف والعودة من جديد. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء وباقتدار قام بوضعها على يسار حارس المرمى بطريقة قوية ورائعة، وهنا يحتفل وكأنه يضرب كرة جولف ويشير لأحد الأشخاص عند الجماهير. تمريرة استثنائية تصل إلى هذا اللاعب ليتقدم بانفراد أمام حارس المرمى، فرفع الكرة لوب من فوقه مسجلا هذا الهدف المميز، ثم تابعوا كيف يرقص بهذا الشكل احتفالا بهدفه. لاعب ويست هام يونايتد يرفع الكرة إلى زميله الذي أودعها بقدمه بشكل مميز في الشباك، ثم ذهب ليحتفل بهذه الطريقة الغريبة وكأنه يسبح فوق العشب. الاحتفالات الجماعية رائعة جدا، فيمكنكم أن تتابعوا هذه اللاعبة بعد أن سجلت ركلة الجزاء الخاصة بها كيف احتفلت مع زملائها بالرقص بهذه الطريقة المرحة. يتقدم اللاعب ديلي ألي ويسجل هذا الهدف بعد أن تخطى الدفاع بطريقة مميزة، ثم يذهب بالاحتفال بالنوم على الأرض بهذه الطريقة كما تشاهدون. حسنا، يبدو أنه لم ينل قسطا جيدا من النوم، لذلك قرر بالاحتفال بهذا الشكل. لنتابع معا لاعب نيوكاسل هذا، والذي بعد أن سجل الكرة في الشباك بعد أن وصلته من زميله قام حرفيا بعشرة احتفالات متتالية بهدفه هذا. لنتابع الاحتفال الأول والذي كان بزحلقة، والثاني يشير إلى شعار النادي، أما الثالث كان يحيي الجماهير بوضع إصبعه في أذنيه، والرابع رأس قلب، والخامس إشارة لإسمه، أما السادس إشارة لإصبعيه، أما هنا إشارة لرأس قلب مرة أخرى ورأس قلب كبير مرة أخرى، وهنا يضع يده ليستمع، أما هنا يغلق أذنيه مرة أخيرة. حسنا، يبدو أنه استنفذ جميع احتفالاته بهدف واحد. تقدمت هذه اللاعبة وخطفت الكرة من أمام هذه المدافعة التي أرجعت الكرة برأسها لتودع لاعبة الخصم الكرة في الشباك، ثم تقلع التيشيرت بهذا الشكل احتفالا بهدفها. تقدم هذا اللاعب وقام بإيداع الكرة في الشباك بطريقة مميزة على يسار حارس المرمى ليحتفل بهذه الرقصة الغريبة والمضحكة في نفس الوقت. تمريرة رائعة من هذا اللاعب إلى زميله الذي أودع الكرة برأسية مميزة، فركزوا على احتفاله كيف كان وكيف يرقص بهذا الشكل. لاعب نيوكاسل وداخل منطقة الجزاء، تابعوا كيف قام اللاعب بمراوغة الدفاع ثم أودع الكرة في المرمى ليحتفل بهذه الطريقة الجميلة كما ترون. تمريرة في غاية الروعة من لاعب أياكس أمستردام إلى زميله الذي أودع الكرة في الشباك ليتحفنا بهذا الاحتفال الغريب. يتقدم اللاعب ستوريج بهذا الانفراد، فتابعوا كيف أودع الكرة في المرمى بكل سهولة، ثم تقدم ليحتفل برقصته الشهيرة كما ترون أمامكم. لنتابع هذه التسديدة المميزة في الزاوية 90 من لاعب أرسنال ليسجل هذا الهدف الخرافي، ثم يقوم بإضحاكنا بهذا الاحتفال بمشيته الغريبة هذه. لنتابع هذا الهدف الرائع من اللاعب سامويل أومتيتي، والذي بعد أن سجل هذا الهدف الرائع في الشباك ذهب ليحتفل بالمشي بهذا الشكل الغريب. ارتقاء مميز من جابرييل خيسوس يسجل منه هذا الهدف الرائع، ثم تابعوا طريقة احتفاله المضحكة للغاية بهذا الشكل كما ترون. لاعب فيرمينيو على مشارف منطقة الجزاء يحاول أن يبعد الدفاع، ومن ثم سدد الكرة ليحرز هذا الهدف، ثم يذهب ويحتفل بهذه الرقصة الجميلة والمضحكة كما ترون. من خارج منطقة الجزاء يرسل هذا اللاعب صاروخية يحرز منها هذا الهدف الرائع على يسار حارس المرمى، ثم يذهب ليحتفل بوضع يده بهذا الشكل وكأنه يريد رمي شيء ما.
لاعب غالاتاسراي تابع كيف أودع الكرة بين أقدام حارس المرمى بتسديدة زاحفة أرضية، ثم ذهب ليحتفل بهذه الرقصة بيديه كما تشاهدون. وصلت الكرة إلى هذه اللاعبة فتابعوا كيف أودعتها في الشباك، ثم قامت برفع التيشيرت الخاص بها وكان كلام مكتوب أسفل التيشيرت كانت تحاول إظهاره. تمريرة رائعة من لاعب توتنهام إلى ديلي آلي الذي أودع الكرة في الشباك، ثم ذهب ليرقص على طريقة الأيدي المتقاطعة مع الجسم، لكنه لم ينجح بهذه الرقصة أبدا. الاحتفالات الجماعية دائما ما تكون رائعة، فبعد هذه المقصية المميزة الذي سجل منها هذا اللاعب الكرة في الشباك، ذهب مع زملائه للاحتفال بهذه الطريقة وكأنهم يجدفون. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا رائعا، ذهب إلى حبيبته عند المدرجات ليقوم بالاحتفال معها، وكان يبدو أنه احتفال مخطط له. رجعت الكرة وارتدت إلى هذه اللاعبة من الدفاع لتسددها من لمسة واحدة محرزة هذا الهدف الجميل. فيمكنكم أن تتابعوا كيف تحتفل بهذه الرقصة الغريبة مع زميلاتها. تمريرة بينية رائعة يتقدم بها هذا اللاعب بانفراد ليراوغ حارس المرمى، وقبل أن يصل الشباك قام بالاحتفال بقلع التيشيرت الخاص به، ثم أودع الكرة بالمرمى ليتلقى بعد ذلك البطاقة الصفراء من حكم المباراة على قلع التيشيرت. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.